والله يا بنتي طول عمرك نظيفة برا وجوه. خلي الطبق مستور يا عم أيوب. لا أنا بقول اللي أنا شايفه. يا راجل يا راجل، ده أنا ذات نفسي مش طايقة روحي، وكل ما استحمى أقعد أمرش في جلدي لحد ما اتنحل عشان أشيل منه عفانة زبالة الليل. طب بقول إيه؟ ما تتلم أنت والواد ده في سقف واحد وتخلصوا وتتجوزوا. أنا وخلصي؟ ونعيش منين يا اخويا؟ كده اكرم لنا. امال ليه سواعي يعني؟ انا بحس انك انت غاويه الواد ده وماشيه في طوعه، مش خوف انما عشق. يا عم ايوب اللي زيي عايشه نص عمرها في الشارع، محتاجه راجل يحابي عليها ويحميها حتى لو هياخد نص عرقها. يا راجل يا طيب، احنا في ايام وحشه قوي واحنا بقينا اوحش منها. صباح الخير يا ايوب. صباح النور يا نيازي بيه. البت باريزة عملت لك العربيه ايه؟ خلتها لك مرايه. بسم الله ما شاء الله. انت بقى اسمك فريزة؟ لاجل البخت يا باشا، عشان كل من هب ودب يقفي ويقول ما بداله. طيب ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت شرسة قوي. احنا ماشيين جنب الحيط يا باشا. ده بنت غلبانة يا سعادة البيه، بتجري على اكل عيشها. طب ايه رأيك ليك عندي لقمة بغاشة؟ خيرك مغرقنا يا نيازي بيه. تعالي لي على العنوان ده بالليل، تعالي لي وانا هظبطك. يلا بيه عربيتك جاهزه. يلا استنيك. ها يلا سعاده البيه. شرسه قوي. يلا سعاده البيه عربيتك جاهزه. اتفضل يا سعاده البيه. شكرا يا ايوب. اتفضل. شكرا. الف سلامه. الف سلامه. الف سلامه. الف سلامه. الف سلامه. فوق بدك الهم. مالك يا بت؟ وده يفرق ايه عن غيره يعني؟ مش كفايه عليا زباله الليل كمان زباله النهار؟ وبعدين انا في الساعه الراحه بتاعتي. وانا في النص بتاعي. هو دكتور عمر كان ماله النهارده؟ ومين دي اللي كانت بتجري وراه؟ واحده كانت متقله في الشرب شويه، طلبت معاها فضايح. هو مش كان ربنا هداه وبطل الحاجات دي؟ عمر النواوي عمره ما يتغير. ربنا يهديه. يهمك قوي ان ربنا يهديه؟ هنرجع تاني بالطريقه دي؟ انا من حقي اني اطمن. قلت لك اطمن. يعني ادخل بقلب جامد؟ بس قبل ما ده يحصل لازم نقعد مع بعض قعدة احكي لك وتسمعني عشان نقفل كل الحوارات القديمة. اتفقنا؟ احنا دايما متفقين. الدكتور اتأخر قوي. اطمن اهو وصل. وصل فين؟ ما انت شامم ريحة البرفان بتاعه. تجاني يا اختي. ايه يا حنان؟ ايه الزحمه دي كلها؟ الرحمه شويه. محدش بيزهق. واللي جوزها زنزه شويه تبعته على القهوه اللي جنبنا. قهوه ايه يا ماما؟ اسمه كافيه يا ماما. بقى ما تفضحيناش. النهارده لقى بعد غيبه والكل مستني. لمي روحك يا حنان، لمي روحك. يلا جزيل الكشف جاي. لمي روحك بدل ما اقول لخطيبك يا حنان. لو النبي يا دكتور، عشان هو مش بيكسر لك كلمه ابدا. ارجوك. يبقى نحترم نفسنا، ماشي؟ يلا. يا دكتور في امانه لازم اوصلها لك. امانه ايه؟ فيها بنت؟ مفيش يا دكتور. اصل نص الستات اللي بيجوا هنا بيسالوني على نوع البرفان اللي حضرتك بتحطه. وانت مالك والنص التاني ما بسالش عليه برضو؟ عشان اكيد خلعوا جوازهم من بدري. طب يلا بنت. يلا اجري من قدامي. يلا بينا.
تبنى الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ وحشتنا. يا ترى اخبار العروسه ايه؟ والله ما حصلش نصيب. احسن برضو علشان تفضلنا. ها اخبار الوزن ايه يا نادية؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس. والضغط اخباره ايه؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس. ممكن بقى نسمع صوت البيبي؟ ده انت تؤمر يا دكتور. تسمع بصحيح، تسمع قوي، تسمع خالص. وبعدين بقى احنا نفضل على الحال ده على طول كل مره كده؟ غصب عني يا دكتور، لما حد يلمسني بصحصح. امسكي نفسك شويه بلاش فضايح. ايوه يلا دقيقه واحده بس، انا هسمع ثانيه واحده بس. ها ثانيه واحده، امسكي نفسك. ها بصي فوق، بصي فوق ثانيه واحده، بصي فوق. غصب يا دكتور، مش عارفه امسك نفسي. ما عملناش حاجه كده. معلش يا دكتور، اصل المدام نجمها خفيف شويه واي حد بيلمسها بتصخصخ. تبدا الى الله. ما يمكن الفرح يوم الجمعه واحنا مهيسين ولا يا قبطان؟ تصدق هذا صلاح، اول مره اشوف عمر بيفكر. انا اعرف ان واحد طوع منه محفظه، ساعه، ايباد، انما يوم بحاله ما وردتش عليا. ولا ايه رايك يا حافظ بيه؟ مظبوط يا صلاح باشا، طبعا ياما ناس بتقع منهم حاجات كتير وما بيدوروش. ده بيقول لك ممكن تعمل المصيبه وما انتش دريان. يعني زي اللي بيمشي وهم نايمين يا قبطان؟ تقريبا، وده اللي رعبني. رعبك ايه؟ الله، طب ما انا خدت زيك ومع ذلك ما سقطش مني يوم. خدت زي ايه؟ انت خدت قطمه وكومت اصلا، ما حدش شافك بعدها. اسكت اسكت، البرمان بيقول ان شكلنا كان مسخره. ايوه انا كان نفسي افهم منه اي حاجه تدل على اي حاجه. مفيش حاجه. ايه اللي انت عملته ده؟ يا انت انت جامد يا ده عمر. بيقول ان انت شوت عربيه الشلط ومن غير مفتاح. لا بيقول لك دورت ودارت. يا ابويا ده ليله سودا. ده شكل صف اصلي عشان يعمل فيكم كده. صلاح يلا بينا. صلاح بيه اجهز عشان نروح الحاره. لا لا صلاح باشا، باشا الحاره. تاخد لك سيجاره متغمسه من بتوع زمان يا قبطان. لا يا اخويا كفايه البلاوي اللي اديتها لي بيتها. منكم لله. لسه يا قبطان ما عرفتش يوم الجمعه راح فين؟ لسه والله يا رزة هتجنن. اللي خد منك الجمعة قادر يرجع لك السبت. ده انت رحت بدري بدري. حلاوة حلاوة. يصبر ونقول وانا صبري طال. قريبة كده بصباص وعينه زايغة. هو فعلا بصباص وعينه زايغة، بس ده آخره اطمني. هو اللي زي ده له أول عشان يبقى له آخر؟ أوله شبه آخر. ليه؟ ده الاصبع ده اللي جرح جبل ونشف وقشر كمان ولسه معلم. سلامتي يا معلم. اصلي وحياه امي اصلي. ايوه اصل انا بقول لك ايه، تعالي تعالي اطلع لفوق عشان الرجاله ياخدوا حواراتهم وخلاص يعني ويبحثوا في كلامهم. يلا بلا نيله، هم لو كانوا رجاله بجد بيبعبعوا بالحوارات عليا النعمة. كتر الكلام في الحوارات هيخلي الدسته منكم تعريفة. سلامات يا معلم. تعالوا على خباتكم، ما انتوا عارفين النسوان عاملين زي القطط تاكل وتنفي. يلا ابدا الجلسه، اللي عنده كشف يلا. انده على الحاله. طبعا احنا عارفين النظام، احنا هنرمي الظهر وصاحب الرقم هيقوم يسأل. سيدو يا سيدو سيدو سيدو
انا دكتور انا. بقول لك ايه؟ اسال بس في الانجاز، ما تلوكش كتير، اديك شايف العيالين في القهوه كتير. حاضر يا معلم، لا مؤاخذه يعني كلمه يعني فيها قله حياه.